احنا بدنا قرارات دولية حاسمة اللي تحسم الامور هذا، لانه احنا قاعدين بنروح ضحايا واحنا ما لناش دعوة لا في اسرائيل ولا في حماس. احنا لا احنا حماس ولا جهاد ولا غيره، احنا مواطنين. انا كنت من عمال اسرائيل، اشتغل في اسرائيل وبامان وبسلام. انا ايش ذنب انا واولاد، ولا ايش ذنب انا واخواتي، ايش ذنب انا وكل جيراني؟ يعني ليش اتشرد انا؟ ليش كل يوم اعيش في معاناة؟ اولادي نفسيتهم في الارض، زوجتي صارت نفسيتها في الارض، فهذا حرام عليهم. يعني اتقوا الله فينا. نقول للمدعي العام أن هناك خلط في الأوراق وهناك مساومة بين الضحية والجلاد. كيف يمكن المساواة بين يعني من يدافعون عن وطنهم وعن حريتهم وأنتم أهل لهذه الحرية وتدعون أنكم تقيسون كل الأمور بالمقاييس الإنسانية، وبين من يقوم باستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والكبار وتدمير البيوت وتدمير البنى التحتية وتدمير المرافق الإنسانية في قطاع غزة؟